طيب إذا قلتم أننا لا نستطيع عليكم، لن نقدر عليكم، سؤالي هل الله يقدر عليكم أم لا؟ الله يقدر صح؟ طيب جيد، إذا ونحن نستعين بالله ونتوكل على الله ونلجأ إلى الله عز وجل أن يعيننا صح؟ أه؟ إذن الله لن يخذلنا صح؟ الله سوف يوفقنا جل وعلا صح أم لا؟ صح أم لا؟ صح. أنتم بداية جعلتم لها المس الوهمي صح؟ طيب جعلتموها تظن على أنها مريضة صح؟ أو أنها تقول أنني ربما لست مريضة، وجعلتم لها وساوس، فصارت ما بين الوساوس وما بين خطرات وأفكار التي تراودها والأعراض التي تنتابها، فهي لم تستقر على حال، هل هي مريضة أم لا؟ صح أم لا؟ صح. والغريب والعجيب أن هذا يحصل لها طويلا وكثيرا ومنذ سنوات صح؟ صح. بل أقول أنها قد وقعت وأمضت على استقالتها صح؟ في من عملها صح؟ صح صح. طيب حتى إن شاء الله تعالى الآن من يتكلم معي؟ الجان صح؟ أه؟ من؟ هي؟ أنت من تتكلم معي؟ طيب جيد، أنا أريد أن نبقى خطوة خطوة، يعني من يتكلم معي الآن؟ أنت؟ أنت تسمعين؟ لكن هل تتحكمين في حركاتك؟ طيب جيد، حتى نوضح أشياء مهمة جدا، أنت تسمعين كلامي وتفهمينه، لكن هم يستمعون معك، حتى أوضح لك الصورة، وإذا خالفتي أنا أبين لك كيف هذا. أنت تستمعين معهم، هم يستمعون معك، ولكن الحركة هم لهم السيطرة عليها الآن أكثر منك أنت، بدليل هم يقولون نعم صح. وعندما ينطقون أحيانا عندما تكلم وقال أن الله عز وجل يقدر علينا، هم قالوها أم أنت؟ لا تعرفين. بهذا إن شاء الله سأوضح لك حتى أخرجك من المسألة، وإن شاء الله سنبدأ في علاج بإذن الله إن شاء الله. طيب يا معشر الجن، طيب اسمعي جيدا، اسمعيني حتى تعرف الأصل. يا معشر الجن ومعشر ملوك الجن، معشر ملوك الجن، يا معشر ملوك الجن، هذا سحر معه ملوك الجن، به ملوك الجن يهتزون بآيات الملوك، يهتزون اهتزازا، قل اللهم مالك الملك. لمن الملك؟ لمن الملك؟ طيب أنتم دخلتم عن طريق سحر في النفس بالطباع، بالطباع استحوذتم عليها وشربتم من دمها، الآن تهتزون اهتزازا. أسألك أنت الآن، أسألك أنت، هل تحكمين في حركاتك؟ هل تحكمين فيها؟ لا. إذن حتى تعرفي أنك أنت الآن تحت سيطرة الجان، وما يقع عندك وساوس أو أوهام صح؟ صح. طيب جل المسائل التي تخرجك من هذه الشبهات والوساوس إن شاء الله أقف عليها حتى تقتنعي أن الملوك الجان أو الجان هم الذين يسيطرون على الجسد الآن. يا معشر ملوك الجان، طيب قد يقول قائل مثلا أن هذه الكلمات أنت تتفاعلين معها، هل أنت تتفاعلين معها؟ هل أنت تريدين أن تحركي؟ ها؟ هل لك سبق علم بالحركات؟ مثلا كنت على دراية مثلا أن جسمك سوف يتفاعل معها يمنة ويسرى بهذا الشكل؟ لا، حتى تعرفي أشياء. طيب اسمعي، كلمات ربما خطرت على بالك من آيات الله أنها تقع عليك وسوف ترين التغيير حتى تعرفي أشياء. هيا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، 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 مالك يوم الدين.
الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين مالك 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 يوم الدين هل أنت تتحكمين الآن؟ تتحكمين؟ هل أنت تتحكمين؟ لا. الآن أوضحت صورة أن بآيات قليلة لا تتحكمين. الآن سوف الآن وأنت تتحكمين في نطق. الآن سنغير المنحة ولن تتحكمي لا في حركة ولا في نطق، وسيتكلم الجان، وحينها تقولين لي سوف أسألك وسوف تجيبين لن أستطيع أن أتحكم، وبهذا يجب أن تكون الرقية أقوى شيئا. طيب استعدي إن شاء الله جل وعلا حتى ما يقع عندك وساوس. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك قل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سحر ملوك الجان سحر ملوك الجان سحر ملوك سحر ملوك الجن 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 بالدماء 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 سحر ملوك الجن 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 سحر كل ملك من ملوك الجن في كل ولادة في كل نفاس 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 في كل ولادة في كل
الآن تكلمون تدخلون مخارجيج. إذن الجن الآن هو من يتكلم واهتز وارتعد وسقط. طيب أسأل سؤال، من يتكلم معي الآن؟ من يتكلم؟ مخارجيج. هي لا تتكلم، تكلمي أنت. هيا ما تستطيعين، ها؟ ما تستطيعين لأنها تتذكر لكن تقول لا أستطيع بالإشارة فقط. إذن هم من يستحوذ على الجسد، وبهذا يتبين أن الجسد أن الجن هم من يعمل الجسد ويمرضه، صح؟ وأنتم من يثقل عليها الحركة ويعطل العمل، صح؟ صح؟ وأوقفتم العمل، صح؟ جيد. كل شيء أوقفتم كل شيء، جيد. ما شاء الله، يعني قوة حباكم الله بها فسخرتوها في المعاصي، يعني تستأسدون على الضعاف بقوة الشيطان والسطحان، وتزعمون أنكم لكم الملك، والملك لله، وملككم زائل لا محالة. ينادي الله كيف؟ مملكة. ومهما على ملككم فالله أعلى وأجل جل وعلا، والله ينادي أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أين هو جوابكم؟ ما هو عذركم؟ تعرفون هذا؟ طيب إذا كنتم تقرون بهذا وتعرفونه، فما الذي يجعلكم تصرون على العناد وعلى الكفران وعلى المعاصي؟ أنتم تحاربون الله جل وعلا؟ لا تحاربونه؟ لا لا تحاربونه؟ لا. ما دمتم حاربتم عبادة فقد حاربتم الله جل وعلا. لا نحارب الله. طيب من تحاربون إذن؟ كتابه، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تحاربون الناس في صلاتهم، أليس محاربة لله؟ تحاربون في صيامهم، أليس محاربة لله؟ تحاربون في عفتهم، أليس محاربة لله؟ كيف؟ تصوم وتصلي لكن جعلتم لها فتنا كقطع الليل المظلم، فتن كثيرة تصبح وتمسي عليها، ألم تجعلها تستقل من عملها؟ أجيبوني. تعبت. طيب إذن كيف؟ أمراض كثيرة، جيد. إذن تعبت وأمراض كثيرة، من السبب فيها؟ بربكم، من السبب فيها؟ ألستم أنتم؟ أنتم. طيب ما هو إذا وقفتم أمام الله وسألكم الله جل وعلا وهو الحكم العدل سبحانه، طيب لماذا صنعتم كذا؟ لماذا أوقفتم كذا؟ لماذا أمرتم كذا؟ طيب أثرون أن هذا حلال أم حرام؟ طيب السحر والشعوذة والحسد، أنتم الآن تقرون أن هذا بسبب السحر والشعوذة والحسد. طيب من ساعد السحرة حتى يصلوا إلى مآربهم الخبيثة؟ أنتم. الوسيلة التي يتعاملون بها قوة خفية لا يراها الناس فيتاجرون بها ليبتزوا أموالا من جهة ويمرضوا أو يفرقوا أو يقتلوا من جهة أخرى، أليس كذلك؟ طيب فحري بكم أن تعودوا إلى الصواب، وحري بكم أن تعودوا إلى جنب الله، ففروا إلى الله. إذا كنتم مسلمون موحدون فاجعلوا ملككم لله في طاعة الرحمن جل وعلا. تحبونها؟ من يحب إنسان لا يعذبه لا يمرضه؟ كيف؟ أتعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ لعمري إن هذا في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أسمعت؟ إن المحب لمن يحب مطيع، صح؟ ولو كنت تحب الله لأطعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اسمعها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كنت حقا تحب فعليك أن تطيع. وقالوا سمعنا وأطعنا. طيب الفوضى برا، الفوضى خارج المركز، لأني أتكلم معك، ربما هناك ملك آخر يدعي الملك كذلك وجع على أشياء. طيب أشهد أن لا إله إلا الله هو يعلم كل شيء.
المسلم المسلم اصمت هيا من هذا خلاص الله المستعان هذا ايش اقول لك موقف الرقيع على هذا الشيء نقرا على واحد يطيحوا 10 مرات هذا الشيء لا يطاق صراحه هذه جملة أسباب التي جعلتني صراحة الله المستعان حسب الله وكفى طيب خيرا إن شاء الله جل وعلا فأسأل الله جل وعلا أن يهديكم وأن ينصركم في الحق قلوا آمين طيب ما دمتم مسلمون موحدون وملوك لكم قوة صح حباكم الله بها وكما أقول دائما وكما قال الشيخ ابن القيم رحمه الله في كلامه النفيس من النفوس من لا تأبى إلا أن تكون في القمة وأنتم كذلك من هذا الصنف تريد أن تكون دائما في الأمام وفي القمة إما في الخير وإما في الشر هناك نفوس لا ترضى إلا بهذا فاجعلوها قمة وقمة في الخير كما قال رب جل وعلا واجعلنا للمتقين إماما في الخير لكن في الخير خارج البدن لا في داخله في الخير أن تحاربوا السحر لا أن توالوهم أن تعادوهم أن تحاربوهم أكره السحرة وطيب كيف أتيتم إلى هذا الجسد إلا بعدما أقعتم السحرة ألم تلقوا لهم رغبتهم أجيبوني بالله كونوا صادقين مع أنفسكم نعلم أن الذنوب قد حصلت والله تعالى يغفرها ويمحوها لكن كونوا صادقين إن تصدقوا الله يصدقكم ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم ولو أنهم فعلوا ما يعارضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا نعيذكم لله عز وجل نعيذكم لله عز وجل أن تقوموا لله عز وجل مثنى وفرادى ثم تفكروا تفكروا في الله عز وجل تفكروا في آياته في مخلوقاته في أنفسكم أفلا تبصرون سمعتم الكلام هل آذتكم هذه السيئة في شيء ما آذتكم طيب إلى متى على هذا ستصبرون أتلقون الله عز وجل بهذا الجسد الذي عذبتموه سنوات طويلة أقبلوا على الله وتوبوا إلى الله سؤالي الآن تسببتم في أشياء كثيرة صح؟ تسببتم في أشياء كثيرة صح؟ كل يوم يفسر شيء لا شنو كيفاه يهوت بزاف هذا شنو ما لهش داعي اشدا لا طيب صافي مو يدير فوق الجوج هذا بيتحرك بيتحرك ان شاء الله عليك اذا بايده مشكله نجي العالم والله الله المستعان الله المستعان شفتي اخوانك ماذا يصنعون برا الخارج شفتي الفوضى اللي كيعملوا جن ها ليتعلموا ان كلام الله صح ها وبالحق انزلناه صح نحمد الله على كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم الحمد لله فعليكم تتبعوا كتاب الله طيب اتبعوا كتاب الله واتبعوا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا العهد على هذا أعطوا العهد على هذا عاهد الله عاهد الله ألا تؤذوها عاهد الله ألا تعطلوا عليه شيء عاهد الله أن تبحثوا عن الحق وأن تسيروا في الخير وفي الحق إن شاء الله تعالى كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل قيامه بالليل اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وصرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم سبحان الله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هداه الله جل وعلا ومع أنه يعني في أعظم عبادة في الصلاة وفي أعظم وقت قيام الثلث الأخير من الليل وكان يدعو بهذا الدعاء فحري بنا أن ندعو به أن يهدينا الله جل وعلا إلى الحق فالموفق من وفقه الله لعل النفس ترى الحق في أشياء والله يرى في شيء آخر نعم ولهذا اسأل الله ليختار لك وأن يوفقك ويسددك
فالموفق من وفقه الله والمسدد من سده الله، مفهوم؟ وإذا علمتم هذا واستجاب الله لكم ورأى منكم ضعفا وانكسارا بين يديه وفاقة الحال إليه، فإن الله تعالى لا شك أنه سوف يوجهكم إن شاء الله تعالى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا هداكم إلى صراط مستقيم سوف إن شاء الله تصلكم هذه الهمة في الخير، وبإذنه جل وعلا يجعلكم قوة وهمة وإرادة فتخرجون طاعة لله عز وجل، وتجعلوا هذا الملك الذي أعطاكم الله، الذي الله غني عن كل المخلوقات، غني بذاته عن العالمين، فهو رب الإنس والجن، الجماد، الجبال، الحجر، الشجر، المطر، الملائكة، كل مخلوقاته تحت طاعته وفي ملكه وسلطانه، وتأتمر بأمره وتنتهي بنهايه، سواء منها العابد أو الكافر والجاهل. فالعبودية إما أن تكون عبودية تشريف وتكريم، وإما عبودية قهر وذلة. فلم يستطع الإنسان يقول أنا ليس ربي الله، فالكل يقول ربي الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقول الله، صح؟ فربنا واحد جل وعلا، لكن علينا أن نعبده. فالمعبودات من دون الله كثيرة والطواغيت كثيرة، لكن المعبود الحق هو الله، وعلى هذه النفس لا تجعل النفس إلها يعبد من دون الله، ولا تجعل الهوى إلها يعبد من دون الله، فأن تجعل كذلك لله عز وجل هذه النفس ونفسي وما سواها. إذا سويتها للنفس وجعلتها وفق مراد الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإياك إياك ولا تتبع الهوى أن تعدله، يعدله هو أقرب للتقوى. فالعدل العدل، وإن قلتم تعدلوا دائما الله ينهى عن الظلم ويأمر بالحق وبالعدل. والعدل إذا رأيته إن شاء الله تعالى وفقت إليه علمت أن هذا الملك الذي أعطاك الله أعطاه لك ليس بجهدك ولا بعلمك ولا بقوتك ولا بجمالك ولا بقربك منه، وإنما هذا اختيار من الله لك، فعليك أن تجعله وفق ما يريده جل وعلا، مفهوم؟ أن تجعل هذا الملك لله عز وجل، وأن ترضوا بأمر الله وبقدر الله وبقضاء الله، وأن تفرحوا بنعم الله وأعظمها وأجلها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، مهما جمعنا فإنه سيفنى وسوف يذهب. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، هل المال يبقى؟ هل الملك يبقى؟ لن يبقى شيء إلا ما قدم المرء من عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يا الله، إنه كلام الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بأسحار تقويتم واحتميتم في البطون والأرحام. بأسحار، صح؟ الآن لما تتحرك مشاعركم وإرادتكم وإيمانكم تدلون على ما به تقويتم واختفيتم سنين طوال. سحر المشروب ومأكول، صح؟ المأكول والمشروب في البطون والأرحام، مأكول ومشروب، صح؟ مأكول ومشروب في البطون والأرحام، 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 مأكول ومشروب في البطون والأرحام. فيا معشر ملوك الجان، فيا معشر ملوك الجان، إلى كل ملك من ملوك الجان وإلى كل ملكة من الجان أنيب إلى الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيا معشر الجان استقيموا على دين الله وشرع الله، فيا معشر الجان أنيبوا إلى الله، فيا معشر الجان عودوا إلى الحق فالأحق، فالحق أحق أن يتبع. وقول نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله، أعلمها لله، ارفعوها، كلمة الله هي العليا، ارفعوها لله، ارفعوها طاعة لله، ارفعوها طاعة لله. لا يهودية تنفع ولا نصرانية تنفع، لا يهودية تنفع
ولا نصرانية تنفع، لا يهودية تنفع، 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 ولا نصرانية تنفع. وقالت اليهود، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، 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 وليست النصارى على شيء، ليست اليهود ولا النصارى على شيء، ليسوا 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 على شيء. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قولوا نشهد أن لا إله إلا الله، 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 نشهد. كيف؟ كيف؟ باش خرج؟ ما باش تخرج؟ طيب ما باش ثقيلة صح؟ ثقيلة. هيا ارفعوا التوحيد، ارفعوا التوحيد، ثقيل كذلك صح؟ هنا يتبين شيء آخر، إذا كان هناك وساوس فهذه السيدة لا شك أنها واحدة مسلمة، سوف ترفع توحيدها، توحيد، وسوف تعلن كلمتها، كلمة توحيد الله عز وجل. هي تريد الآن لكن ما تستطيع، لسانها معقود وثقيل، واليد ما تستطيع ترفع التوحيد. هذا يدل دلالة على أن الجنهم يتحكمون في الجسد، هذا المخرج كذلك المسألة، المسألة الوهمية وكذلك وساوس. ثم شيء آخر، أنت تقول عنكم مسلمون، لكن هنا المسلم من الجان يستطيع أن ينطق بها وأن يرفع التوحيد. هنا شيئان اثنين، إما أنكم تنافقون وكفرة، وإما أن معكم كفار وهناك مسلمون، يعني في الجزء أكثر من واحد صح؟ متداخل أكثر من واحد. طيب إذا كان هكذا فإني أمر الآن من أسلم في هذا الجسد أن يرفع التوحيد، من أسلم فليرفع التوحيد. هيا من أسلم، والأخرى كذلك، كذلك، ومن أسلم فليقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. طيب جيد، إذا أبقى الآن كلمات موجهة إلى من أسلم حتى أسأل سؤال وبه نقع إن شاء الله في الحق بإذن الله عز وجل موفق إليه سبحانه وتعالى. طيب أقول لك أنت مسلم من الجال الكفر الذين في الجسد، كم سنة أنت فيها؟ سنين طويلة. ها؟ طويلة. سنين طويلة. طيب لماذا دخلتم؟ بعشق. هناك سحر موجود؟ هناك سحر؟ مرشوش. طيب جيد، هي أصلا تأثر بالمرشوش، إذا هناك سحر مرشوش في أي مكان؟ في أي مكان مرشوش؟ في العمل، في العمل القديم، في العمل القديم والبيت القديم، وهو الذي جعلها تمضي على استقالتها وتخرج من عملها، من وظيفتها. تعبت، تعبت، تعبت عن أنف الأصحاب. هل تعبت بالسحر؟ بالأمراض، والأمراض ناتجة عن السحر صح؟ طيب هو شيء متلازم، أشياء لا تكون مباشرة ولكن لها دلالات أخرى تدل عليها، فبدل أن يكون السحر مباشرة في الاستقالة وتعطيل العمل، يكون السحر أثر في البدن وأوهنه وأضعفه وجعل الثقل في العمل، والتالي يتفكر من نفسها تلقائيا في أن تمضي على الاستقالة وتخرج من العمل، وقد تحف العمل عن إذن السحر، تسقط في العمل. طيب تصرع في العمل، عندما تسمع القرآن. طيب هي كانت يعني عندها وساوس أنها لست مريضة وأنها بس وهمية وأشياء كثيرة صح؟ ولكن هي عندها أصحاب وعندها جان. طيب متى أسلمت أنت؟ متى أسلمت؟ قريبا. أسلمت في أي مكان؟ جيد، يعني في العلاج هنا أسلمت، يعني لما كانت تسمع للرقية هي جعلت تسلم في البيت، في البيت
يعني في بيتها عندما كنت تتلى هي عندما كانت تسمع للرقية وللقرآن أسلمت. هل أسلمت وحدك أم أسلم معك غيرك؟ وحدك معك غيرك من أسلم؟ معك جان أسلموا لله تعالى؟ طيب أنت من سنك كذلك الملوك الجان اللي أسلموا؟ أم أنك واهن الخدام والأعوان؟ أنت ملك. طيب أنا أريد أن أبين مسألة في هذه مهمة جدا، لأن قال أنك مملكة، فأنا أحب أن أعرف يعني كيف يستطيع بسحر واحد أن يجمع أكثر من ملك من ملوك الجان في جسم واحد. طيب يعني ممكن يكون ملك واحد أو اثنان ومعهم خدام، يعني لا يكون كل جن الذين في الجسد أنهم يدعون لأنفسهم الملك، أم أنهم تقصدون بالملك أنها صارت ملكا لكم؟ ها؟ وهذا هو علم الصواب، أنكم تظنون أنها صارت ملكا لكم وبهذا أنتم تملكونها، صح؟ صح؟ كيف؟ ممكن. طيب خير إن شاء الله جل وعلا. طيب أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأنا أسألك صراحة السؤال كذلك، وهو ألا تنافق، ألا تكون ممن نافق، لا أنت ولا من معك ممن أسلم لله عز وجل، أن تكون مسلمون صالحون صادقون مع الله، صح؟ صح؟ طيب إذا أنتم الآن تعرضون لأذية كثيرة، تمرضونها، تثقلون جسدها، ماذا آخر؟ تثقلون لسانها، تثقلون شقها يعني يدها ورجلها، ماذا آخر؟ بطنها، ماذا آخر؟ يعني وكلتم بسحر التمرين لتمرضوها، سبحان ربي، يعني أنتم تمرضونها حقيقة، أنتم من يتسبب في هذا بالسحر، ها؟ أنتم يتسبب فيه، أنتم يتسبب فيه، صح؟ طيب أنا أريد جوابا الآن، الذي يجيب لي الجني، هيا الملك، أنا أخاطب الآن الملك مباشرة الذي أسلم لله عز وجل، الذي أسلم لله عز وجل. طيب أنت من معي، صح؟ طيب جيد، إذن أنتم من يتسبب في هذا، أنتم من يتسبب في هذا، وأنتم من تتحكمون في الحركات، وهي تسمع إلى الكلام، صح؟ هي تسمع ها؟ تسمع جيدا، لكن أنت من يتحكم في اليدين. طيب إذن الآن سؤالي إلى الجني، يرفع التوحيد، يرفع يديك عاليا، يرفعها عاليا، واسمعني، عندما أخاطبها هي أن تضع يدها